معنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر أهلا بك. إذا لقاء تم مع السفير الأمريكي في إثيوبيا، بالطبع يعني تم نقل الاعتراض على تصريحات ترامب، حدثنا أكثر. أهلا مرويد، بالطبع كما انتهى بك الحديث قبل قليل عن حديث لأبي أحمد، فإن وزير الخارجية الأثيوبي التقى السفير الأمريكي كما سبق الحديث، وأشار أيضا في لمحة ربما تؤدي إلى إطار التهديد بأن أثيوبيا لم ولن تستسلم لأي تهديدات مستقبلية وأن مشروعها سيظل مستمر. أضاف وزير الخارجية الأثيوبي عند لقائه السفير الأمريكي قائلا إن التحريض للحرب بين أثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي موجود الآن في منصبه لا يخدم الشراكة الاستراتيجية ولا العلاقات الدولية المتبادلة كما يحكي عنها قانون العلاقات الدولية الذي يحكم العلاقات بين هذه الدول. اعتراض أثيوبيا في مثل هذه التصريحات أيضا على الشارع على الأرض في أثيوبيا، كثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تقول أن أثيوبيا لها الحق في استخدام مواردها، ولا يستطيع كائن من كان كما قال رئيس الوزراء الأثيوبي ووزير الخارجية بأن أثيوبيا متمسكة بحقها وأن بناء سد النهضة كما قالت وزارة الخارجية لن يوقف تدفق مياه النيل إلى مصر أو السودان. وهذا فضلا إلى ذلك أشارت أثيوبيا بأن البيت الأفريقي الممثل في الاتحاد الأفريقي ورئيسه في جنوب أفريقيا قادر على تجاوز مثل هذه المشكلات والوصول مع مصر والسودان ودول النيل كلها للوصول إلى تفاهمات تخدم القضية الاستراتيجية والوصول إلى توازنات وإنصاف عادل للموارد بين كل هذه الدول. شكرا جزيلا لك من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور.